دلوقتي مشاهدينا معادنا مع أهم ويعني آخر الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، اللي يمكن من أهمها أن فريق المصري البورسعيدي هيواجه حرس الحدود في لقاء الدور الـ16 من بطولة كاس مصر. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق الدورة الأولى من مهرجان دواير الثقافي بمقر سينما راديو بوسط البلد بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية وما يزيد عن 22 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية وما يزيد عن 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، وده بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، وبتستمر فعالياته يومياً حتى يوم 15 يوليو الجاري. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة اللغات الأجنبية الأولى، وبتشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، وبيبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص ليها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤال مخصص ليها 42 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤال. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور الـ16 لبطولة كأس مصر، واللي هتجمع بين المصري وحرس الحدود في تمام الساعة 8:30 مساءً.